مرحبا بكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام. نتواصل وتتواصل هذه الأشواط المتتالية والشوط السادس للزمول ضمن أشواطنا العامة لهذه الفترة الصباحية. نبدأ مع هذا الشوط ونتعرف وإياكم على مجرياته وعلى المراكز الخمسة المتقدمة التي صرح لنا أن نذيعها على حضراتكم. ونبدأ مع المركز الأول، لملوم يحتل المركز الأول ويلتم بالمركز الأول لملحان بن راشد بن حبيبة المري. ننتقل ونتعرف وإياكم على المركز الثاني، يصلنا ثانيا مصيحان للسيد عبد الله بن مطر بن ضابط الدوسري، هو من يحتل المركز الثاني. عبد الله بن مطر بن ضابط الدوسري مع مصيحان في ثاني المراكز، ولكن التغيير من الجانب الأيمن مع معزز لصالح الكريبي المري، هو من يحتل المركز الثاني. نتابع وإياكم المركز الرابع، ومن يحتل المركز الرابع رابعا مشاهدين الكرام شاهين لعلي بن مانع بودواس العجمي. أما المركز الخامس يصلنا شاهين لعبد الله بن حمد بن نهيان العامري. هكذا نتيجتنا الأولى مشاهدين الكرام، وها هي الأسماء التي تعرفنا عليها من خلال تقدمها وأيضا تحركاتها هنا في مقدمة هذا الشوط، ولكن نحن لا نقف عند هذا الحد، ولكن نتمنى من الجميع التقدم ونتمنى لهم التوفيق بإذن الله تعالى. على كل حال نبدأ مع الملوم اللي يحتل المركز الأول، الملوم للسيد ملحان بن راشد بن حبيبة المري، هو من يلتم بالمركز الأول. وأيضا هنا ملحان بن راشد بن حبيبة أيضا لا يستهان بهذا أيضا العملاق المضمر. نتابع وإياكم المركز الثاني، هناك المركز الثاني معزز للسيد صالح الكريبي المري، هو من يحتل المركز الثاني. المركز الثالث من الجانب الأيمن مشاهدين الكرام يصلنا شاهين لعلي بن مانع بودواس العجمي، هو من يحتل المركز الثالث. نقلتنا عند المركز الرابع، المركز الرابع مشاهدين الكرام مع مصيحان للدكتور عبد الله بن مطر بن ضابط الدوسري، هو من يحتل المركز الرابع، ولكن التغيير من الجانب الأيمن مع شاهين للسيد عبد الله بن حمد بن نهيان العامري. والمركز الخامس مشاهدين الكرام يتسلل هناك التسلل من الجانب الأيمن، السماوي يحتل المركز الخامس للسيد حمد بن سعيد بن طفله المري. هكذا كانت النتيجة، نتيجتنا الثانية مشاهدين الكرام. ونعود وإياكم إلى مقدمة هذا الشوط، ملحان بن راشد بن حبيبة المري مع لملوم. لملوم هو من يحتل المركز الأول، بو راشد هناك مع لملوم. الله الله، فالك الناموس يا بو راشد، فالك الناموس، نتمنى لك التوفيق كما نتمنى أيضا للإخوة المشاركين التوفيق بإذن الله، نتمنى للجميع التوفيق. ولكن هنا لملوم في وضعية الهجوم، يا سلام عليك يا العتيبي، يا سلام عليك يا العتيبي. لملوم في وضعية الهجوم في مقدمة هذا الشوط، يا سلام يا سلام. الله، نتابع وإياكم المركز الثاني، الكريبي أو صالح بن الكريبي المري مع معزز. صالح الكريبي المري مع المعزز الذي يعزز نفسه بالمركز الثاني ويعزز أن يكون في المقدمة. نتابع وإياكم المركز الثالث، المركز الثالث جلمود للسيد مسعود بن طحنون الهاجري، هو من يحتل المركز الثالث، هو من يحتل المركز الثالث. تقدم موعود، يا سلام يا سلام يا سلام. نتابع وإياكم المركز الرابع، الرابع يصلنا مانع بن دواس العجمي، أو علي بن مانع بن دواس العجمي مع شاهين اللي يحتل المركز الرابع. أما المركز الخامس مشاهدين الكرام فيصلنا هنا ربدان،
ربدان لحمد بن محمد بن قعيس المري مع ربدان اللي يحتل المركز الخامس. هكذا نتيجتنا الثالثة أيها الإخوة الكرام. والملوم يلملم أوراقه يا جماعة، يلملم أوراقه في المركز الأول مع ملحان بن راشد بن حبيبة المري. الله 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 يا بن حبيبة، الله خليك حبيب، خليك حبيب يا بن حبيبة، وخليك في المقدمة، خليك حبيبنا يا بن حبيبة. هناك المركز الثاني، المركز الثاني جلمود، جلمود مسعود بن طحنون الهاجري. يتابع جلمود مشاهدين الكرام في هذه الانطلاقة، كما يتابع أيضا راعي جلمود، يتابع ملحان بن راشد بن حبيبة ويسايره أيضا مسايرة مضبوطة، مسايرة تمام التمام. إنما هنا في المركز الثالث يصلنا علي بن مانع بودواس العجمي مع شاهين اللي يحتل المركز الثالث. أما المركز الرابع والتسلل من الجانب الأيمن أيها الإخوة الكرام، يتسلل الكايد للسيد عبد الهادي بن خليل الشهواني، هو من يحتل المركز الرابع وفي أول إذاعة له في هذه اللحظات وفي هذا التدخل. أما المركز الخامس، وهنا المركز الخامس مع ربدان، حمد بن محمد بن قعيس المري مع ربدان. يا سلام يا سلام يا جماعة، الزمول أراها تقترب وأرى الشعارات كلها يقترب من بعض، ولكن هنا المقدمة. يا سلام، ابن حبيبة سلم المقدمة، ابن حبيبة سلم مقدمة هذا الشوط واستلمها علي بن مانع بودواس العجمي. هنا أيضا ضيفنا وضيف هذا الميدان شاهين علي بن مانع بودواس العجمي، أهلا ومرحبا بأهل الكويت. نتابع وإياكم المركز الثاني، يصل هنا أيها الإخوة الكرام الكايد عبد الهادي بن خليل الشهواني، هنا يكيدا يحتل المركز الثاني وعين على المركز الأول وعين على مقدمة هذا الشوط. ولكن لملوم، لملوم عاد مرة أخرى، لملوم لملحان بن راشد بن حبيبة المري. يا سلام، هنا المركز الرابع، المركز الرابع جلمود مسعود بن طحنون الهاجري، والمركز الخامس يصلنا شعار بن مهيرة. أهلا وسهلا بمبلش حمد بن سعيد بن مهيرة المري، هو من يتدخل على مستوى المركز الخامس. حرك يا أبو سعيد حرك، ما في داعي للتأخير، ما في داعي للتأخير يا حمد، يا أبو سعيد حرك يا أخوي. ولكن هناك، هناك الصدارة. يا سلام، علي بن مانع بودواس العجمي. الله، لائحة الألف ومئتين متر الأخيرة يا جماعة، يا من يتأخر 1200 متر أخيرة يا أصحاب الزمول. ولكن علي بن مانع بودواس العجمي يقود المسار هنا مع شاهين. يا سلام، هنا المركز الثاني، يصلنا في المركز الثاني الكايد لعبد الهادي بن خليل الشهواني. الله، يتحرك هنا، يتحرك هنا مبلش حمد بن سعيد بن مهيرة المري. يا سلام، وصلكم ابن مهيرة يا جماعة، ابن مهيرة قادم، حمد بن سعيد بن مهيرة. وهنا أيضا هنا التدخل كذلك من شاهين، عبد الله بن حمد بن الهيان العامري. يا سلام يا سلام، علي بن مانع بدواس العجمي انتهز الفرصة مشاهدين الكرام، وأيضا أيضا أيضا انطلق في المركز الأول. هناك يا سلام، الله الله الله، شاهين 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 يحتل المركز الأول لعلي بن مانع بدواس العجمي. وهنا في المركز الثاني شاهين، عبد الله بن حمد بن الهيان العامري. يا سلام، شاهين شاهين العامري، وكذلك شاهين شاهين العجمي. يا سلام، شاهين ابو دواس وكذلك شاهين العامري. هنا ايها الاخوه، ايها الاخوه الكرام، الناموس وين بيروح؟ وين بيروح الناموس؟ الناموس سيذهب هناك الى عبد الله بن حمد بن هيان العامري، ولا سيذهب هناك الى علي بن مانع ابو دواس العجمي؟ نحن في حيره. يا سلام، التحركات والاوامر صدرت. يا سلام، غير يلي بتغير، اتحرك يلي بتحرك. يا سلام، الشاهين وشاهين، شاهين وشاهين يا جماعة، شاهين وشاهين. يا السلام على ناموس الزمول، شاهين بمانع وشاهين العامري. يا السلام يا شاهين، شاهين يا شاهين. الله، الناموس الناموس ما ندري وين بيروح، شاهين وشاهين. ولكن ما علي بن مانع بودواس، علي بن مانع بودواس. يا السلام، سلام عليكم، سلام يا أهل الكويت أشقائنا. هناك الأعزاء، نهني علي بن مانع بودواس العجمي المركز الثاني، يصل في شاهين. عبد الله بن حمد بن هيان العامري المركز الثالث، شواش يصل في المركز الثالث لجار الله او العبيد، العبيد بن حمد بن سالمين. اما المركز الرابع ف
فيصل هنا حمد بن سعيد بن بهيره المري مع مبلش، اما المركز الخامس فوصل نهاب لسالم بن حمد بن جهويل المري. هكذا كانت نتيجة هذا الشوط، وكنا مع منافسة جميلة، منافسة شيقة مع هذا الشوط، شوط الزمول. وذهب ناموس هذا الشوط مع شاهين 10 دقائق 7 ثواني، جزء واحد من الثانية، 10 دقائق 7 ثواني جزء واحد من الثانية. نهني مالك شاهين السيد علي بن مانع ودواس العجمي. أما المرة